حفظ. طبعا يعني نشكركم على الحضور في جو صعب ده، ونتمنى ان شاء الله الوقت اللي هنقعد مع بعض يعني كان في نص ساعه ربع ساعه ان شاء الله يكون تاثير ان شاء الله في سبيل الله سبحانه وتعالى. يعني هي في سلسله من المحاضرات ان شاء الله في الاعجاز في القران الكريم، هي ان شاء الله تكون سلسله جديده كمان. دي محاضره ثانيه، انا كنت بفكر اجيب المحاضره الاولى، بس المحاضره الاولى يمكن متخصصه شويه زياده. المحاضره الاولى كانت برنامج اعجاز هندسي في القران، فكانت موجهه اكثر شويه للمهندسين. المحاضره دي موجهه شويه برضه ناحيه الكمبيوتر ساينس، لكن هي ان شاء الله هنقدر نشرحها باذن الله بطريقه برضه ميسره، بحيث اللي ما عندوش خلفيه على الكمبيوتر ان شاء الله هيشوف المعنى القراني المصري. انا مسميها هذا القران العجب على اساس الايه المشهوره في سوره الجن، وإذا سمعنا قرآنا عجبا سمعنا تلميذ القرآن. المحاضرة النهارده عن ما يسمى ما بسميه بإعجاز التركيب، إعجاز البناء والتركيب. هنفهم يعني إيه دلوقتي مع بعض إن إعجاز البناء والتركيب. بس قبل ما نبدأ أنا عايز بس نظرة للقرآن ممكن نشوفه بطريقة زي جميلة جدا زي ما شايفينها طبعا. واحد فينا عليه هو يشوف هو فين من التصنيفات دي. انت مجرد مستمع للقران مش عارف القران، فانت كده انك سمعت وصف الحقيقه بدون ما تخش فيها. لو انت تقرا القران بس انت مش حافظه، فكانك دخلت الحقيقه دي وقعدت تتفرج عليها وخرجت. لو انت حافظ القران فانت كانك مالك الحقيقه دي، فبتخش فيها وتطلع في اي وقت انت عارفه. ولو انت متدرب للقران انت عامل زي اللي بياخد في الثمار او الصخور بتاعت الحديقه، وتقدر تشمها وتتاملها وتستطعمها، فده مستوى اعلى. فده الله سبحانه وتعالى بيكون من المتدبرين. يعني ده هو الامر، لما نطلع من هذه المحاضره كل واحد يحاول يعقد العزم ان هو يتحقق ويشاهد القران عشان يبقى مالك الحديقه مش مجرد زائد في الحديقه. ايه المقصود بالتركيب؟ طبعا قبل برضه ما اقول انا بدور على مساعدين ليا ان احنا نحاول نترجم المحاضرات دي الى لغات مختلفه. انا طبعا فضل اقدر اترجمها للانجليزي مفيش مشكله، لكن احنا بندور على لغات مختلفه. الحاجه الثانيه اللي بدور على مساعدين برضو، ان في حاجات هتيجي بعد كده هتحتاج جرافيكس، هتحتاج ناس يساعدوني في ان هم يظهروا المعاني دي بشويه شغل على الكمبيوتر، فاحنا بنقوم دعوه مفتوحه اللي يقدر يساعدنا. طيب ايه المقصود بالتركيب او الاستراكشر؟ المقصود بالتركيب ان احنا عايزين نفهم مع بعض حاجه هي يعني كتير من المسلمين ممكن يكونوا فاهمينها كده بشكل عام، لكن عايزين نتعمق فيها شويه. القران نزل ازاي على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ دي النقطه اللي احنا عاوزين يعني نركز عليها شويه. يبقى هو الكيفيه التي حدث بها فئه القران في السورات الكنائيه قبل وفاه الرسول صلى الله عليه وسلم. كل شيء في الدنيا ده ممكن نتخيله ان هو عباره عن بناء، البناء ده بيتكون من لبنات. القران برضه مكون من لبنات، اللبنات اللي القران مكون منها هي صور، وصور مقسمه الى ايات، والايات مقسمه الى كلمات، والكلمات مقسمه الى حروف. كويس. تعالى نبدا بقى رحله البحث عن ازاي القران وصل بالصوره اللي احنا بنقراها دي في المصحف دلوقتي. هنتكلم على حاجه، هو طبعا في تعبيرات باللغه الانجليزيه احنا مضطر ان انا استخدمها، لانه احنا المعاني دي احنا جايبينها من مصادر اجنبيه وبنترجمها باللغه العربيه، فالمعنى ممكن يكون غريب شويه او الاسماء دي ممكن تبقى غريبه شويه، لكن هنحاول نفهمها فما حدش يتخض يعني او يعني يستصعب اللي احنا بنقوله. في حاجه اسمها لينير ليرنينج او السرد الخاطئ. ايه الموضوع ده؟ اللي هو الطريقه اللي احنا كبشر بنالف فيها القصص او الكتب عموما. لو واحد فينا بيالف كتاب، احنا اساتذه الجامعه والدكتور جلال معانا، وفي بعض الناس اكيد بياخد اربع خمس كلام. لما يكون واحد بيالف كتاب او بيالف حفص بيمشي في خطوات معينه، الخطوات المعينه دي هي ست خطوات دي. اول حاجه عشان اقدر الف كتاب لازم يكون عندي خلفيه قويه جدا عن الموضوع اللي انا هالف عليه الكتاب. لو واحد ما عندوش الخلفيه القويه دي انا
انا عايزك وانا بتكلم ارجوك ان انت تفكر في الرسول صلى الله عليه وسلم وتعمل مقارنه بين اللي انا بقوله ده وبين الوضع الرسول صلى الله عليه وسلم لما القران تنزل عليه. الرسول عليه الصلاه والسلام كان نبيا اميا، يعني لم يكن يقرا ولا يكتب باللغه العربيه، ناهيك على انه كان يقرا او يكتب باي لغه اخرى، فهو لم يكن يقرا او يكتب عموما. كويس، فاحنا عايزين بهذه المقدرات بتهدف ان احنا نثبت ان هذا القران استحاله يكون من تاليف البشر، يعني ده الهدف اللي انا عايز اوصله. استحاله بكل معنى استحاله. يبقى اول حاجه لازم يكون عنده خلفيه قويه عن محتويات الكتاب. نمره اثنين، لازم يكون في خطه للكتاب، في بلان، في خطه. الخطه دي انا عايز اتكلم عن الموضوع ده في منطقه الموضوع الفلاني، في منطقه الموضوع الفلاني. حتى لو انا بتكلم عن قصه حكايه اللي هي ابسط حاجه في الموضوع، لازم اتخيل الحكايه دي مين الابطال وهيعملوا ايه مع بعض، وبعدين بعد كده القصه دي هتنتهي ازاي. لازم انا يبقى عندي تصور ده من الاول. نمره ثلاثه، ببتدي اكتب فصول الكتاب واحد واثنين وثلاثه واربعه الى اخره. رابع حاجه، بعد ما بكتب الكتاب ده براجعه وبنقحه. خامس حاجه، بعد ما بعمل كل القصه دي في احتمال كبير قوي ان انا كتب ادبيه بجيب مدقق ومراجع املائي ولغوي وبيبتدي يراجع على الكتاب من اول وجديد وبيطلعه في الصوره اللي انت بتشوفها. سادس حاجه، ان لو نجح الكتاب ده وطبع منه اتباع منه عدد كبير، فممكن تبقى منه طبعات جديده بتسمى طبعه جديده ومنقحه. فبيبتدي الكاتب حتى هو بيبقى في منتهى السعاده بالانجاز اللي هو انجزه، بيجي يلاقي نفسه بعد الكتاب ده ما طلع في السوق ان هو لا ده انا كنت ممكن اغير فيه واعدل فيه. وطبعا غني عن الذكر، لابد ان يكون المؤلف قادرا على القراءه والكتابه، ده يعني كلام بديهي طبعا. انا تعمدت احط على شمال صوره كتاب للاسف بيتكلم عن حاجه موجوده في مصر والمصريين ما عرفوش عنها اي حاجه خالص، كنت في محاضره مقارنه الاديان من شويه للاسف انا ما حضرتهاش لضيق الوقت. لكن هنا الكتاب ده بعنوان Discovery of the Naga Hammadi Text، الاكتشاف بتاع مخطوطات ناجا حمادي. مخطوطات ناجا حمادي اللي ما يعرفهاش هي مخطوطات اكتشفت سنه 1945 في مصر، وما اعرفش انت سمعت عنها ولا لا، ويمكن تتكلم عليها. المخطوطات طبعا عباره عن انجيل خامس مش غير الانجيل الاربعه اللي موجوده، ودي ليها قصه طبعا مثيره لكبار الموضوع. عايز ارجع لموضوع اللينير نارتيف، التسلسل اللي انا شرحته من شويه ده بيسميه السرد الخطي. سرد خطي معناه ان هو ان عشان اوصل لخطوه اثنين لازم اعدي على خطوه واحد، علشان اوصل لخطوه ثلاثه لازم اعدي على خطوه واحد اثنين، فاهمين ولا لا؟ ولما اوصل لخطوه خمسه لازم اعدي على خطوه واحد اثنين ثلاثه اربعه بالتسلسل ده، ده بيسموه السرد الخطي اللي هي ماشي على خط مستقيم كده. يبقى الطريقه المعتاده في سرد القصص وتاليف الكتب ان المؤلف ينتقل من موضوع لاخر بطريقه متسلسله، والتسلسل هو اعتماد فكره جديده على الفكره التي قبلها او التي سبقتها. ده الاسلوب اللي كان متبع في الكتابه من قديم الازل لحد من حوالي 100 او 150 سنه بس. من 100 او 150 سنه بس ابتدوا يعملوا حاجه اسمها نون لينير ناريتيف اللي هو السرد الغير خطي اللي هنتكلم عليه بعد شويه. طيب خلي المعلومات دي كده معانا في الذهن ونبتدي نشوف نقول كيف نزل القران على محمد صلى الله عليه وسلم. How did the Quran descend? How did the Quran descend? ازاي القران نزل على الرسول عليه الصلاه والسلام؟ طبعا المعلومات اللي انا بقولها دي معلومات اساسيه غالبا كلكم عارفينها، بس انا محتاج اكررها تاني لانه تكرارها هيطلع لنا المعنى اللي انا عايز اوصله. القران ما نزلش مره واحده زي التوراه والانجيل. القران نزل على 23 سنه على الرسول صلى الله عليه وسلم، دي رقم واحد. القران ما نزلش بالترتيب اللي موجود في المصحف حاليا، القران نزل بترتيب تاني خالص، اقرا الاول وبعدين ممكن يكون القلم وممكن يكون بعد كده النون وممكن يكون بعد كده الى اخره. وبعد البقره دي نزلت على الرسول عليه الصلاه والسلام في المدينه، يعني بعد اكثر من 13 سنه من اول وحي نزل على الرسول عليه الصلاه والسلام. يبقى القران ما نزلش بالتسلسل الحالي في السور. وكمان السور ما نزلتش كتله واحده، يعني مش كل السور نزلت على الرسول عليه الصلاه والسلام كتله واحده، في سور نزلت كتله واحده دي معروفه طبعا، وفي سور نزلت مقطعه زي ما هنشوف دلوقتي. وفي ايات نزلت جوه سور وبعد كده نسخت وامر الرسول عليه الصلاه والسلام ان هو يشيلها من المصحف اصلا. بعض الايات خاصه بالرب المحصن مثلا دي معروفه في الصحيح.
وهناك ايات نزلت لتواكب احداث معينه وبعدين رتبت بعكس الترتيب النزول. دي نقطه انا هشرحها برضه. يعني تخيل مثلا دلوقتي احنا لو نرجع كده عملنا كده فلاش باك او رجوع للوراء بالزمن واحنا داخلين القاعه، متخيلين ازاي؟ اول لقطه ايه؟ بتخشوا من الباب هناك، وبعدين بعد كده بتمشوا على السجاده دي، وبعدين تقعدوا على الكرسي، اوكي؟ يبقى في لقطه واحد، لقطه اثنين، لقطه ثلاثه. لو انا بقى براكب فيلم احط لقطه ثلاثه الاول، وبعدين لقطه واحد، وبعدين لقطه اثنين، يعني ايه؟ غيرت الايه؟ الترتيب بتاعت اللقطات دي. دي حاجات زي كده حصلت في القران. عدد ايات القران 6236 ايه، منها حوالي 5 ايات مدنيه. دي مجرد احصائيات سريعه، وعدد الكلمات 77000 كلمه الى اخره. انا عايز اوري من هذا الكلام انه الاستراكشر او البناء بتاع القران البناء معقد جدا، ما هوش بناء سهل. لو انتم شفتوا الاناجيل هتلاقيهم اربع اناجيل، لو المفروض اربع اناجيل يعني شبه مكررين، فانت لو خدت واحد منهم بس هتلاقي ان هو بيمثل ولا حاجه تقريبا خالص في الحجم ده، حجم القران. القران ضخم بمعنى فعلا ضخم جدا. اخر حاجه نمره 9، القصص القراني متنازل على مدار القران. يعني ايه متنازل على مدار القران؟ يعني لما الرسول صلى الله عليه وسلم لما ربنا سبحانه وتعالى بيتكلم مثلا على فرعون وسيدنا موسى، بتجد القصة دي مثلا موجودة يمكن في 15 موضع في القرآن، ما جاتش في موضع واحد وإيه مركزة. المرة الوحيدة اللي جت فيها في موضع مركز هو سورة يوسف فقط عليه السلام. طيب ليه القصص القرآني جاء متناثر بهذا الشكل؟ لأنه ده اختبار صعب جدا للتناسق. يعني إيه اختبار صعب جدا للتناسق؟ لو حضرتك حاولت إن أنت تألف قصة على مدار 23 سنة وكتبت جزء منها دلوقتي، ورجعت كتبت جزء منها بعد 10 سنين، وكتبت جزء ثالث بعد 15 سنه، وجزء رابع بعد 18 سنه، متخيلين الوضع ده؟ وبعدين انا ما اعرفش اقرا واكتب، فمش قادر ارجع للي انا اللي انا قلته او مليته على الاخرين، فمش عارف اذا كنت انا بعد 15 سنه نسيت اللي انا قلته قبل كده ولا لا، ممكن جدا انسى. وبالتالي اجي اكتب عملي، لو انا بدعي ان ده القران ده من صنع البشر، عملي حاجه ثانيه متعارضه مع الحاجه اللي انا مليتها من 15 سنه، صح؟ يبقى ده اختبار صعب جدا في ان انا انه يبقى فعلا ده مش من عند البشر، ده من عند اله. وايه ده لو كان من عند البشر كان حصل ايه؟ حصل تعارض، كان حاجه تنزل هنا غير مختلف عن دي، والمعنى هنا غير المعنى. وطبعا هو بيكمل بعضه بعضا من الاصول الى اخره، لان المعاني دي كلها موجوده.